عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي الغاليات وإخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما كتشاهدوا إن شاء الله غنحضروا واحد طنجية، غنسافروا لمدينة البهجة مراكش وغنحضروا ألذ طنجية وغنحضروها في البيت إن شاء الله، ما غتحتاج أننا نصيفطوها الفران أو الفرناتي باش غيطيبها لنا. إن شاء الله غنحضروها في البيت ديالنا بمكونات بسيطة والطريقة سهلة، وحتى فاش غنطيبوها غنتقاسم معكم الفكرة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما نطولش عليكم الفيديو، بقوا معايا نمشيو نتعرفوا على المكونات نتاع الطنجية ديال اللحم ديالنا. بالنسبة للمكونات، أول شيء لازم تكون عندنا واحد طنجية، الطنجية اللي غتكون بعبار يعني على حساب العدد ديال الأشخاص أو أفراد العائلة. بالنسبة لي أنا عندي هذه يعني كافية، أنا تبارك الله يعني كتهز الخير والبركة، موجودين عند الناس اللي كيبيعوا الفخار، موجودين تبارك الله بأحجام على حساب الكيلو، كاين اللي تهز كيلو، كاين اللي تهز زوج، كاين اللي ثلاثة ما شاء الله، يعني على حساب عدد الأفراد. أكيد يعني خاص تكون عندك هاد الطنجية هي اللي غنطيبوا فيها إن شاء الله اللحم ديالنا، هذه معروفة في مراكش بزاف، كنحيي الناس مراكش وصديقات ديالي اللي في مراكش ومتابعات ديالي أكيد موجودة تبارك الله. بالنسبة لهذه يعني غتاخذوا على حساب عدد الأفراد كيف ما قلنا. هنا عندي كمية ديال اللحم كيف ما كتشاهدوا معايا، أكيد اللي غيكون مغسول ومزيان فوالا، يعني توا كيكون على حسب عدد الأفراد الأسرة. إن شاء الله غنحتاج أيضا إلى الحامض مسير. بالنسبة للحامض مسير سبق لي وحطيت طريقة ديال التحضير ديالو، طريقة جد سهلة وكتجي معلكة ومعسل يعني وكيبقى، وبالنسبة للطريقة يعني كتحضر في مدة وجيزة وممكن تحتفظي به في الثلاجة وتستعمليه من تبغي. هنا عندي الحامضة، بنخلي لكم إن شاء الله رابط ديال الحامض مسير اللي نزلته في القناة. هنا عندي حامضة هنا مسيرة، انتم عارفين بأن الطنجية كتبغي الثوم، هنا عندي يعني الثوم ما شاء الله عندي بكثرة كيف ما كتشاهدوا معايا، اللي غسلتها وحيدت لها ديك الغبرة ديالها اللي كتكون هكا في الجناب، نغسلوها مزيان ونشفوها. فوالا هنا عندي الكمون وعندي شوية ديال القزبر مطحون، واكيد الطنجية غتبغي الكمون خاصة إذا كان ديال اليد، يعني خديناه ونقيناه وطحناه. هنا تقريبا واحد الملعقة ديال الكمون وملعقة ديال القزبر يابس. هنا عندي ملعقة ديال السمن الحار كيف ما كنقولوا، أو السمن البلجي، عندي ملعقة صغيرة كيف ما كتشاهدوا معايا. هنا عندي واحد الإناء اللي غنوضعوا فيه كيف ما شفتوا هذا زعفران شعرة، غنوضعوا فيه باش يطلق لينا. ولا هنا عندي كاس صغير ما كتشاهدوا، درت فيه شويه ديال الماء والزعفران. هنا عندي ربع كاس ديال الزيت البلجيه كيف ما كتشوفوا معايا، غنستعملوا الزيت البلجيه. وعندي كاس ديال الماء هو اللي غنخويه ان شاء الله في الطنجيه ديالي ونخليها تطيب على خاطرها. وهنا عندي الملح، واحد القبيصه ديال الملح، يعني ما غنكثرش الملحه حيت اصلا عندي الحامض مصير مالح، وعندي السمن حتى هو مالح، يعني بالنسبه للملحه ما غنكثرش بزاف. كيف ما شفتوا هي هذه المكونات ان شاء الله اللي غنستعملوها في الطنجيه ديالنا باذن الله. مكونات سهله وبسيطه والنتيجه روعه، خاصه بالفكره اللي تقسمت معكم ديال اننا غنطيبوها في السطن ان شاء الله ديال صباغه. بقاو معايا باش نمشيو نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الطنجيه ديالنا ورجعوا باذن الله. بقاو معايا ما تمشيو فين. وغزلاتي ورجعت معكم ان شاء الله باش نحضروا الطنجيه ديال اللحم ديالنا. كيف ما قلت لكم الحمد لله حنا في الايام ديال العيد الاضحى واللحم عندنا الحمد لله موجود، علاش لا نبرعوا راسنا وليداتنا والعائلات ديالنا، وبحكم اني دوزت العيد مع الوالده ديالي الله يخليها ليا ويطول لينا في عمرها، قلت علاش لا نحضر ليها طنجيه من يديا وتكون في البيت ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الطريقه سهله وبسيطه والمكونات سهله. بالنسبه للفكره اللي انا غنطيب فيها الطنجيه ديالي هو واحد سطل ديال الصباغه، اكيد غيكون نقي، ولا اي سطل عندكم هكا يكون ديال الحديد او لا هكا زنك اللي ممكن انكم توضعوا فيه الفاخر يعني تيرجع هكا رماد باش ممكن اننا نحطوا الطنجيه ديالنا فيه. هذه كتبقى كفكره يعني نتقاسمها معكم، وان شاء الله غتشوفوا النتيجه اللي غتعطينا في الاخر الطنجيه ديالنا كتجي معلكه، كتجي اكثر من رائعه.
صدقوني. نتمنى ان شاء الله تبقوا معايا ونتعرفوا على المكونات باذن الله. ايوا الغزاله ديالي رجعنا ان شاء الله باش غنحضروا الطنجيه ديالنا كيف ما كتشاهدوا. هي هذه الطنجيه ديالنا بهذا الشكل هذا غنحضر معكم ان شاء الله. هنا اول حاجه بسم الله على بركه الله من بعد ما غسلنا اللحم ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا غنبداو نحطوا اللحم ديالنا بهذا الشكل هذا في الطنجيه ديالنا. نوضعوا الليمات ديالنا كيف ما قلت لكم انا هنا عندي هذه كافياني. هنا حطينا الليمات ديالنا بهذا الشكل هذا في الطنجيه ديالنا. غنوضع عليها هذه الملعقه ديال السمن عندي هنا ملعقه ديال الكمون وملعقه ديال الكزبر يابس. هنا عندي الثوم ديالي اللي غسلتها مزيان ومسحتها بالغبره. الحامض المصير ديالي هنا عندي الحامض المصير الملحه غناخذ هاي واحد رشة صغيرة ما غنكترش الملحة. هنا عندي الزعفران الشعرة اللي وضعته في الماء باش يطلق ليا غنوضعو كاس ديال زيت العود ربع كاس عفوا كاس ديال الماء ديالي وهي الطنجية ديالي واجدة. ولا غزالات ديالي كيف ما قلت لكم الطنجيه ديالنا هي هذه كيف ما شفتوا غطينا في داك الربع كاس ديال زيت العود وكعندنا كاس ديال الماء تقريبا كيف ما شفتوا وضع جميع المكونات. الان ان شاء الله غادي ناخذ الطنجيه ديالي وغنحكيها مزيان. هنا من الافضل انكم توضعوا داك كاغ ديال الزبده باش نسمح لنا راه الزبده يعني من التحت انا مين ما عنديش غندوب لي فقط الالومنيوم وضروري ضروري ضروري اننا نحكموها مزيان يعني اننا نديروها مزيان عاد ندخلوها ان شاء الله او نوضعوها في السطل ديالنا اللي ديجا انا محضره كيف ما قلت لكم اللي فيها الرماد. غنوريكم الطريقه كيفاش صدقوني راه كتجي ما شاء الله معلكه وكتجي كيجي اللحم ديالها فتي. هو الغزالات ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا انا الان في السطح هنايا الطنجيه ديالي هي بعد موجودات. هي هذه الفكره ديالي اللي بغيت نتقاسمها معكم هو هذا السطل ديال الصباغه كيف ما شفتوا وضعت فيه الفخر ديالي حتى رجع بحال هذا الشكل هذا يعني رجع رماد انتما راه باقي شاعل وسخون. الان ان شاء الله غنوضع فيه الطنجيه ديالي وغنخليها واحد 3 سوايع حتى 4 ديال السوايع كيف ما شفتوا غطيب ليا فقط هنايا في هذا الرماد هذا هو كيف ما كيبان ليكم. وغنخليها ان شاء الله المده ديال تقريبا واحد 3 ساعات تقريبا واحد 3 ساعات فوالا ان شاء الله بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. هذه هي الفكره اللي بغيت انا نتقاسمها معكم. انا ما نقولكمش ما شاء الله كيجي اللحم فتي كاننا ديناه الفرناتشي هو اللي طيبها لينا. غادي نوضعها بهذا الشكل هذا البنات هنايا كيف ما شفتوا هذا الشكل هذا وغنبقى كل 15 دقيقه غنجي وغنبدا نحركها. مازال غنقدها مزيان وغنخليها ان شاء الله كيف ما قلت لكم واحد 3 ساعات يعني 3 ساعات هكا ونبقى كل 15 دقيقه نجي ونحركها ان شاء الله. تبقاو معايا حتى توجد الطنجيه ديالي ان شاء الله ونرجع باش نتقاسم معكم الشكل النهائي ديالها. بقاو معايا الى نهايه الفيديو.
فوالا الغزالات ديالي كان هو هذا الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا. بعد ما وجدات ما شاء الله الحيمات كيجيو فتين، كتجي معلكه، كتجي الضرميره ديالها واقفه. كيف ما قلت لكم انا حضرتها للعشاء، ان شاء الله غنتعشاو بها باذن الله. ومده الطياب ديالها اللي خدات ليا تقريبا واحد 3 ساعات. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم باذن الله. ونقول لكم بالصحه والراحه، والى فيديو قادم باذن الله.